Salud. دبار 4:00 الصباح، مرحبا بكم في فلوق الجاج في اشطاك سي اي ام. بقول لكم دبار 4:00 الصباح من عند الشقع. البلاصه اللي عندي كوبري وهاد المره واحد البلاصه كيقولوا لها سد باب لوطا. هاد المره ما ديش فلوق ما ديش يكون فيه بوحدي، زاد يكون فيه معايا بزاف ديال الناس اللي ما كنعرفهمش كاع. غادي ندي كوبري وهاد البلاصه ان شاء الله بالما يسالي الفطور ديالي ونتحركوا. الفطور كنحاول ناكل شي حاجه اللي حلوه على حساب على حسب الطاقة وداكشي اللي غير نجيب، ما نسخفش ما يوقعليش كيما فوق اللي جاتني الدوخة بخرج بلا فطور من الدار وبصحة والراحة. دابا راه 5:45 ديال راه ماناش دابا راه 5:45 ديال الصباح. واحد دايرين غادي نتلاقاو مع 5:30، مازال ربع ساعة. بغيت نركب في الطاكسي باش ما ندوخش. المرة اللي فاتت ركبت في الطاكسي بقيت كنفيلمي وكان شاد التليفون في الطاكسي دوخت، ما عرفتش واش غيانا اللي كتوقع لي ولا سنتو. اتزا يا موعي اتزا يا يومي درتي فيا اتزا المهم ماكسبش دابا غادي نديكوفريو مع ناس وحد اخرين، ماشي مشكل بيس كاينش المشكل. التليفون ثقيل جاني ثقيل مع التريبود. هالي تازا ديما ويدت ديما ويدت هالي 5:30 ديال الصباح. نطلع حتى لديك البلاصة راه هي اللي فيها الظلام، ومن هنا عاوتاني خصنا نطلعو حتى لتما داك البلاصة. واش كتبان ولا ما كتبانش؟ هاديك تما هاديك بالضبط. وحنا وصلنا للكوشة ساهلة شتي. دابا ما عرفتش قال لي غادي تشوفو فواحد القهوة، ما عرفتش اين القهوة غادي يكونو فيها. حنا عاد نمشي نسول عاوتاني، راه بنت لحد القهوة فيها الطوليات. السلام عليكم، صباح الخير. مزيان هيا مع الجميع تلقينا مع شي ناس الله بينا. Later. Every time
goodbye. They all see that it's a lie. أخيرا وصلنا. ما قدرتش كاع نفيلمي في الطريق, ما كنتش نعرف الطريق, ما قدرتش كاع نفيلمي, كنت في الطريق صعيبة جدا في الغابة اللي كان عبرنا سيكاتريس. ماشي, ويلا الله بدنا حوايجنا في هذه نعمة ما تسويني. Giving a, but every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone. Cause السلام عليكم. كاين شي عمان ولا واه؟ سمعت صح, وسمعت صاحبك كيقول لك ما غنعرفش نعم. والله ما كنعرفش. وين؟ والله ما كنعرفش. وتعلم صاحبي ماك. انا ما ماش تعلمت. الله ما شوف تبع تبع الربحه ها, تبع الربحه بالصحه والراحه. شي لي تلاقينا انا مع السي امين العلوي. ها محمد اسمع له انا عاد غير اسمع هو دي تلقاو الفيسبوك ديالو انستغرام ديالو تحت. دخلوا سوا الله يحفظك بأمان الله يسهل عليك. الله يحفظك. نبغى شي عام الله راه عندي نبغى شي عام شويه ديال العيا شويه ديال العيا تحيات. السيري ديال الفلوق معنا السي خالد, هو واحد من ليزادمين ديال جمعيه الصغوار اللي كاينه في تازه. طلبت منه انه نطرح عليه مجموعه من الاسئله في حيث اننا نعرفوا مدينه تازه سياحيا, ونتبع الطلب ونقول له شكرا جزيلا ديال الجزيل السي خالد من حوالينا معنا. احفظك, بغيت نسولك السي خالد بعدا على الفكره ديال الجمعيه ديال تازه, كيفاش يعني فوقاش تاسس وكيفاش جات الفكره ديال الناس السي؟ بالنسبه للفكره ديال الجمعيه ديال السياحة الجبلية والاستغوار, ما جاتش غير هكاك عن قصد, ولاني كان عندنا واحد الشغف ديال هاد الطبيعة. كنخرجو أنا والأصدقاء كنخيمو كنكامبيو نديرو لي سيركوي لي روندوني, هي باش طاحت علينا الفكرة نأسسو واحد الجمعية ديال السياحة الجبلية والاستغوار, ومن هاد المنبر باش نعرفو بالمناطق اللي كتزخر بها تازة سياحيا, لان اغلبيه المناطق عندنا هنا مازال فيارش, اغلبيه الناس مازال كيتازا ما معروفاش بزاف سياحيا, وحنا حنا وبعض الاخوان جمعيات اخرين الحمد لله بدينا كنعرفوا بها وبدات كيعطي المفعول ديالها. واخا السي خالد, الا بغينا نقولوا لك كيفاش كيجيوك المناطق السياحيه اللي كاينين في تاز, يعني الا بغينا نقارنوا مثلا, الا جينا نقولوا مثلا اقشور يعني الصدى اللي عاطيه في المغرب, ولا بغينا نقولوا مثلا واد القناط, يعني تازا كنلقاو فيها بلايص بحال هادو او حسن يمكن. بالنسبه لتازا كتوفر على واحد التنوع ديال السياحه, منها الشلالات, منها الويدان, منها المغارات, علاش الضايات, ماشي بحال المناطق لي غورج, ماشي بحال المناطق اخرين داو واحد السمعه, حيت عندهم تقريبا عندهم واحد القوة, واحد يد المساعدة باش تعرفوا مزيان. يد المساعدة يد المساعدة باش تعرفوا مزيان. حنا حاليا حنا اللي كنطالبوا به, وغادي يزيد يدفع السياحة شوية في المنطقة ديال الإقليم ديال تازة, هو مكتب السياحة.
حاليا حنا مازال تابعين مكتب السياحة. يعني هادشي اللي ناقص السياحة الجبلية في تزرج انها تعرف، هذا هو النقص اللي كاين. هذا واحد واحد الحوايج مكتب السياحة، من واحد الحوايج اللي ناقصين بزاف. وكاين عندنا خصص في الملاجئ او كيما كنقولوا لي زوبرج، عندنا خصص. دابا كاين بعض الاجانب ولا بعض المواطنين من دون اخرى كيجيو هنا ما كيلقاوش فين يبات، كنلقاو هاد الاشكاليه بزاف مازال ناقص. وكنتمنوا ان شاء الله من المسؤولين ديال المدينه يديروا واحد اليد المساعده لهاد الجمعيات وهاد التعاونيات ديال السياحه، باش ان شاء الله تعرف المنطقه ويكون عندها واحد المردود ومدخول لا الناس بالمنطقه ولا الناس بالمدينه ان شاء الله. واه وانتم بصفتكم السي خالد يعني مؤطرين للجمعيه او مؤطرين ديال الجمعيات الاخرى ديال السياحه الجبليه اللي كاينه في زازا، عمركم لقيتوا شي مشكل مع الاطر مثلا نقولوا المندوبيه ديال السياحه اللي كاينه في زازا، او لا عمركم لقيتوا شي مشكل مثلا القمع او المنع من المزاولات هذا الشيء؟ لا الحمد لله ما عندناش، ما لقينا حتى شي زعما شي يد اللي غادي تحبسنا ولا تمنعنا من مزاولات السياحه الجبليه. ايه هو هاد الثقافه عندنا شويه قليله في المدينه بالنسبه لزازا، الثقافه شويه قليله ديال روندوني والديفواك يعني كتلقى ولاد تازا وما عارفينش بزاف الحوايج. كاين الاغلبيه النص الكبير ديال الناس الساكنه ديال المدينه ما عارفينش واحد المناطق هنا اللي كتلقى فيها تازا وما عمرو وصل لها، كيشوف داكشي بار انترنت، داكشي فين كيشوفوهم ما عمرو وصل تما. مع العكس انك تلقى ناس من الدار البيضاء، من فاس، من مراكش، من الرباط كيجيو هنايا وكيخرجوا بلا تأطير باش يعرفوا هاد المناطق السياحيه، بلا تأطير بلا مساعده، وكيسولوا الناس الدوار والناس الساكنه ديال الجبل كيسولوهم حتى كيوصلوا. وبالنسبه لكم انتما شنو هي المبادرات اللي كديروا باش تعرفوا بهاد السياحه هذه هاد المدينه؟ حاليا المبادره اللي كنديروا حنا حاليا كنلونسيو خرجات الناس ديال المدينه، عندنا واحد لاباج اللي كنلونسيو فيها خرجات الناس ديال المدينه اللي بغى يشارك في الاخر الخرجات ويتعرف على مدينته بزاف. وبالنسبه لهاد كما كنقولوا حاليا هذا وسائل التواصل اللي انا كنعرفو حتى من دون اخرين، كاين الناس كيصونوا علينا من دون اخرين كيجيو عندنا والحمد لله. مازال شي شويه الدعم، الا كان شي دعم غادي يكون دعم من قناه الاذاعه تجي دير واحد البرامج هنا. الحمد لله راه في هذه الاونه التاليه جا برنامج امودو، وحاليا راه هنايا في المنطقه ديال بويبلان، هذه واحد اليومين باش تلاقيت معاه حاليا راه تما. برنامج امودو كيدير كيدير الجزء الثاني على ديال المنطقه ديال تازا، داز الجزء الاول في البرنامج ديالو وحاليا راه كيصور الجزء الثاني، راه صدد التصوير ديالو ان شاء الله. وهذه بادره طيبه ان شاء الله، نتمنوا خير ان شاء الله يدوز البرنامج ديالو في الاذاعات ويتعرفوا الناس ديال المدن الاخرى على المنطقه ديال تازا ان شاء الله. المهم كان يا سي خالد هذا الشيء، بغيتك تعطي شي نصيحه للناس اللي مبتدئين ولا اللي كيفكروا انهم بداوا الاستغوار في تازا، او لا ماشي في تازا ولا في المغرب بشكل عام، يعني اللي محبين لهذه الهوايه شي نصيحه تعطيها لهم انت يعني كونك متمرس في هذه القضيه؟ بالنسبه للنصيحه اللي غادي نعطي للاخوان اللي غادي يبدا في هذا الدومين ديال السياحه ولا الاستغوار، يقصد الناس اللي عندهم تجربه، يقصد الناس اللي عندهم تجربه ياخذ منهم واحد شويه ديال الاستفادات، ياخذ عندهم واحد شويه ديال التجربه ديالهم، لان تبارك الله عندنا جمعيات اللي راه شحال هذه مؤسسين هنا في تازا، شحال هذه تقريبا راه كاين جمعيات اللي عندها 7 سنين 8 سنين هنا في تازا ومتمكنين واستفدنا من عندهم صراحه، استفدنا من عندهم حتى حنا تقريبا ماشي قدام في السياحه الجبليه، استفدنا من عندهم وخدينا خبره من عندهم والحمد لله حاليا راه حنا كنشقوا الطريق ديالنا بوحدنا ان شاء الله. ان شاء الله. والسي خالد دابا بالمناسبه ديالنا حنا في هذا البراج ديال بابلوطه، بغيتك تعطينا شي بطاقه تعريفيه على هذا البراج هذا، يعني مثلا المساحه ديالو، شي بطاقه تعريفيه يعني غير بسيطه باش الناس يعني التراجي ديالو باش الناس اللي بغاو يجيو يعرفوا، لحقاش انا مني وجبد مني كنبغي نمشي لشي بلاصه ما كنلقاش اللي يعطيني التراج. بالنسبه للتراجي ديال تا استعنت بكم انتما، انت سردت لك ميساج عاد ان شاء الله جيت معكم، انا بوحدي راه ما عمري نجي لهنا.
بالنسبه للتراجي ديال سد البلوطه هو ساهل ساهل جيلو، عنده ثلاثه طرقان، عنده ثلاثه طرقان. عندنا الطريق اللي جينا عليها هذا الصباح ديال باب بودير، ديال باب بودير على جينا على المحميه، هذه المحميه ديال تزكى، وعنده طريق اخرى كتجي على تهله، وعنده طريق اخرى كتجي على بوشفاع. هادو هادو ثلاثه طرقان كيجيبوك لهنا. اي هي بالنسبه للبنادم الا كان غادي يجيب بوحدو وما كانش اورغانيزاسيون ديال المركوب والمسائل اللي غادي تكلف المسائل كامله، ممكن يشد الطاكسي او السريع من تازه لتهله، ومن تهله كاين الناس اللي كيوصلوا لهنا. هادشي اللي كاين. يعني وبالنسبه للمساحه ديال السد السي خالد شحال كت ما نقدرش نعطيك المساحه ديالو بالضبط لان ما ضبطهاش، وكل مره كتكون المساحه ديالو كتغير. أيه على حسب منسوب الماء. حسب منسوب الماء. المهم سي خالد شكرا، عطيتينا وقت. الله يحفظك ان شاء الله. ومرحبا بك ان شاء الله. هاد الخرجه هذه اول خرجه معكم. بس خطيره وخا ضيعوا لنا خبزه والبزه. لا والمكاتب عاوتاني لا فيها خير فيها خير. المره الجايه ان شاء الله. كنعيشوها شي شويه صعيبه، وكاين الاخوان اللي كنستعنوا بهم الطيور ولي زوبر اللي كنستعنوا فيهم في هذا القضيه ديال زول بزا، حاليا ما ممنوع عليهم يستقبلوا اللي قرب. شكرا السي خالد الله يحفظك. نتلاقاو من هنا جوج سيمانات ان شاء الله الا كتاب ديستيناسيون جديده ان شاء الله. ونعاود نقولوا شكرا للسي خالد. غادي تلقاو لاباج فيسبوك ديالو هنايا في الفيديو، ما تنساوش تدخلوا عندهم راه كيحطوا بزاف ديال المعلومات. ونعاود نقول لك شكرا السي خالد الله يحفظك. مصطفى الله يحفظك. حنا سالينا الفلوق ديالنا في هذه البلاصه هذه، فقلت للسي خالد راه حرمونا من الخبزه والبزه. لا يعني نضربوا الخبزه والبزه السي خالد. ما كتشوفش يا اخي ان شاء الله. مره اخرى ان شاء الله فيها خير كل شيء فيها خير. الله يحفظك. هذا السي مصطفى تا هو من عشاق ديال هذه المسارات ديال هذه المسارات الطبيعه والجبليه والمغارات يعني هذه لي غوندوني ديال المنطقه، والمنطقه زاخره بهذه الطبيعه الخلابه. المهم خص شويه ديال الاهتمام بهذه المسارات والطبيعه. تجيك المؤخرات فلان يتفرج في هذا البلوطه السي خالد انهم يحاولوا يعيشوا هذه اللحظه. قول لهم يديروا لنا ابوني وجيم وكومونتير ان شاء الله. لابد خصهم يديروا جيم واشتراك الياس اخ الياس واشتراك. الله يحفظك ابو خالد. الله يخليك ان شاء الله. شكرا ابو خالد. هذيك مسار البلوك ديالنا في هذه البلاصه الواعره هذه. سمحوا لي حاسس ما نهضرش بزاف صراحه والله الا عييت. راني عشت تقريبا 30 ساعه الترونسبور بدقني استخفاف الدوخه اي حاجه، وحاولت ما امكن اني نفهم اي حاجه. ركزت على القضيه ديال هذا الانترفيو مع السي خالد والله الا نسيت سميتو وحق الله العظيم. المهم عطاونا شويه ديال المعلومات. وهنا فين غادي نساليو الفلوق ديالنا. نقول لكم تشوفوا في فلوق جديد بلاصه جديده مع ناس جداد، يقدروا يكونوا هاد الناس يقدروا يكونوا ناس اخرين. ما تنساوش ديروا ابوني، ما تنساوش تجيو عندي تجيو عندي الانستغرام تهضروا معايا، قولوا لي واش عجبكم الفيديو اللي ما عجبكمش، ديروا كومونتير. ما عجبكم الفيديو ديروا ديزلايك، عجبكم ديروا لايك. اي حاجه عجبتكم ديروها. الانستغرام ديالي غادي تلقاو في التالي ديال الفلوق. نشوفوا فيديو جديد ان شاء الله. It's all for the better. You know you only ever hit me up whenever you got nothing better to do. Will you just let me go? 'Cause I just need some space from you lately. You ain't there for me, baby. But I think I decided that I'm you